دلوقتي خلونا نشوف مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن الاستقامة والمداومة على الطاعة، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق ل 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة هتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهيتم تشغيل قطار مخصوص بعربات تالتة مكيفة برقم 1947 من أسوان القاهرة، وبيقوم من أسوان الساعة 9 وبيصل القاهرة الساعة 21:35 دقيقة. وبتستمر هيئة السكة الحديد في تشغيل عدد إضافي من القطارات طوال فترة العيد وحتى يوم 20 إبريل من الشهر الجاري، وبيستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات تالتة مكيفة برقم 1940 من القاهرة أسوان حتى يوم 18 إبريل، وبيقوم من القاهرة الساعة 21:50 وبيصل أسوان الساعة 10:10. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع عدد من المباريات الافتتاحية في الدوريات المختلفة. في الدوري الأسباني وفي تمام الساعة 9 ليلاً هيلتقي ريال بيتس مع سيلتا فيجو في المباراة الافتتاحية للجولة 31 من عمر المسابقة. في الدوري الإيطالي وفي تمام الساعة 9 إلا ربع هيلتقي لاتسيو مع ساليرنتانا في المباراة الافتتاحية للجولة 32 من عمر المسابقة. وفي الدوري الألماني وفي تمام الساعة 8:30 هيلتقي أوزبورغ مع يونيون برلين في المباراة الافتتاحية للجولة 29 من عمر المسابقة.